أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. ألترى عراق، أزمة الرواتب تهدد الأمن المعيشي، هل ستتكرر في الأشهر المقبلة؟ القدس العربي، مطالبات بالإفراج عن ناشط عراقي انتقد حكومة صلاح الدين المحلية على فيسبوك. المدى، 5 نقابات تدخل الإضراب وتطالب بإقالة وزير الصحة. عربي 21، الحريري يبدأ مشاورات تشكيل حكومة وعون يطلب الإسراع. فاينانشال تايمز، مسؤولة أمريكية تهاجم ترامب، متعجرف يؤسس للفوضى. لو فيغارو، تركيا أردوغان على جميع الجبهات وتفرض نفسها كلاعب إقليمي دولي. العرب اللندنية، حزب الله وأمل يوفران غطاء شيعيا لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل. وننتقل من العناوين إلى المقالات، ونبدأ من موقع الرافدين للدراسات، حيث وجدنا مقالا للكاتب حسين صالح سبعاوي كتب فيه: يعاني العراق من أزمات عديدة، وكلما تبدأ أزمة تلد أخرى بسبب سوء الإدارة والإهمال لهذه الأزمات، حتى تجمعت في العراق كل أنواع الأزمات إلى درجة بحيث أصبح من المستحيل على المسؤولين في العراق الخروج منها لكثرتها وتنوعها، فتراكمت وتراكمت. ولأن المسؤولين جزء من هذه الأزمات فلا يكون جزءا من الحل، ولذلك أصبح المواطن العراقي محبطا من أي حل يأتي على أيدي هؤلاء الساسة القائمين على شؤون البلاد. الأزمة السياسية وهي أم الأزمات في العراق، لأن بلدا مثل العراق لا يمكن أن يحكم طائفيا وهو متنوع الأعراق والمذاهب، وهذا النوع من الأنظمة أصبح من الماضي الذي أكل عليه الدهر وشرب، ولا داعي للدخول في ذكر سلبيات هذا النوع من الحكم وتطبيقه على الشعب العراقي بعدما أصبحت آثاره معروفة للقاصي والداني من الشعب. الأزمة الأمنية، يعاني العراق من أزمة أمنية حادة، علما أنه لم يدخل في أي حرب مع أي عدو خارجي سوى الحروب الداخلية التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، غير أن السبب الرئيس لهذه الأزمة هو تشكيل الميليشيات المخالفة للدستور العراقي والتي تعمل ضد مصلحة العراق ورهنت نفسها للقوى الخارجية التي تدعمها من أجل تحقيق أهدافها التوسعية. فأصبحت هذه الميليشيات تتوغل في أجهزة الدولة لما لها من نفوذ سياسي ودعم خارجي، حتى أصبح العراق مهددا من قبل القوى الدولية، وقد يعيش في عزلة عن العالم بسبب ما تقوم به الميليشيات من استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية. أما الداخل العراقي فإنه يعاني من فقدان الأمن لما تقوم به الميليشيات من خطف وقتل للمواطنين دون حساب من أي جهة حكومية، بل تتلقى الدعم من بعض مؤسسات الدولة. وأكمل السبعاوي مقاله قائلا: إن السبب الرئيسي للأزمة المالية هو الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة، والسبب الآخر هو سوء إدارة الموارد المالية والاقتصادية للعراق. إن الموانئ والحدود والنفط، كل هذه تعتبر موارد سيادية، ومواردها يجب أن تعود لخزينة الدولة حصرا، بينما نجد في العراق أن الحزب الفلاني يسيطر على الموانئ، والحزب الآخر يسيطر على عدة معابر حدودية، وميليشيا أخرى تسيطر على عدة آبار للنفط وتصدر ما يحلو لها من كميات وبأسعار منخفضة جدا، أو تقوم بتهريبه. وفي انتقالة إلى موقع ألترى العراق، وجدنا مقالا للكاتب عبد الله ناهض كان في متنه: ثورة تشرين قامت على أساس العدل، إذ رغبت بأن تكون هناك دولة قوية وولاء وطنيا عابرا للهويات الفرعية، والعمل على أن يكون العدل أساس الملك في البلاد. وكان شعور الغالبية الثائرة أو المنتفضة هو الإحساس باللا عدل، وعلى هذا الأساس
تحركت وثارت ضد النظام القائم. إن أسوأ ما تواجهه في الوقت الراهن المحاولات الرامية إلى إلصاقها بحكومة الكاظم، وإذا ما حاول الناس الخروج من جديد للتعبير عن سخطهم سيقال إنها حركة مضادة تستهدف الحكومة الحالية المعبرة عن إرادة تشرين، الأمر الذي قد يشرعن عملية مواجهتهم. الشاهد على كلامي هذا بيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي جاء بمناسبة مرور عام كامل على بداية ثورة تشرين، وزعم فيه أن حكومته جاءت بناء على خارطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي. أعتقد أن هذا الكلام تزييف للحقيقة ومحاولة ترمي إلى سرقة الثورة، كما أن أي فشل للحكومة الحالية سيعني توجه سهام النقد نحو تشرين باعتبارها، أي هذه الحكومة، تشكلت بناء على إرادتها، إذ على الرغم من الأهداف البعيدة التي حققتها الثورة إلا أن ذلك لا يعني أن حكومة الكاظمي جاءت بناء على إرادتها، فغالبية أنصارها لم يخرجوا وضحوا بالغالي والنفيس من أجل التغيير أو تشكيل حكومة جديدة جاءت بها الأطراف المناوئة للثورة، وإنما خرجوا من أجل تغيير الواقع العراقي برمته. ومن ثم فإن الكاظمي جاء بعد التوافقات بين الكتل السياسية المسيطرة على المشهد العراقي، فضلا عن التوافق الخارجي، وصارحه بذلك زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بقوله: إنك جئت من أجل أمرين، تحسين الاقتصاد ومواجهة أزمة كورونا، عدا ذلك غلس، أي تجاهل وغض الطرف عن الأمور الأخرى التي هي أكبر منك، وهذا يرفضه معظم أبناء تشرين جملة وتفصيلا. وأكمل الكاتب مقاله: نظام ما بعد 2003 لم يعد يمتلك ما يقدمه للشعب، لذلك يراد من تشرين أن تكون شماعة يعلق عليها فشله ويبرأ عبرها سادته الذين أخرجوا الشعب من المولد بلا حمص، فيما لو فشلت حكومة الكاظمي في إدارة البلاد. وفي صحيفة العرب اللندنية كتب ماجد السام الرائي مقالا حول نظرية الحرب الشيعية كان في متنه: زعماء أحزاب الفساد والقتل مرعوبون من اقتراب لحظة السقوط والنهاية، يسارعون إلى بحث وسائل قمع جديدة للشباب بأساليب أكثر شراسة. يتحدثون اليوم وبإملاءات من ولي الفقيه الإيراني خامنئي عن مخاطر حرب شيعية، وأول المتحدثين عن هذه المخاطر نور المالكي الذي ارتبط اسمه بفساد السلطة وقمعها الطائفي، وهو الذي قاد الحملة المسلحة صولة الفرسان ضد ميليشيا جيش المهدي بقيادة الصدر في البصرة عام 2008 بسبب نزاع تقاسم السلطة الذي ما زال خطره متصاعدا في ظل انقسامات خطيرة تهدد حكمهم. ولا يتحدثون عن طرفيها الحقيقيين الثوار الشباب وقادة الأحزاب الشيعية وميليشياتها، بل تصل الأمور حسب الرواية المنقولة عن مقتدى الصدر إن صحت بوجود تحرك سياسي بين النجف وبغداد وطهران لتطويق هذه الحرب في ظل صمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. نظام طهران يبحث عن مصالحه القومية الفارسية ويدعم النظام الشيعي في العراق ليس دفاعا عن الشيعة العراقيين، وإنما لأن النظام القائم ينفذ مصالح نفوذه ولا يكترث في سحق شيعة العراق فيما يسميه حربا شيعية شيعية إن وقفوا ضد هذا النفوذ. ومثال دعمه لأرمينيا الطائفية المسيحية في الحرب الدائرة حاليا في إقليم ناغورني قرباغ يكشف حقيقة تاريخية، وهي أن هذا النظام لا يدافع عن الشيعة الذين يشكلون نسبة 85% من سكان أذربيجان. وأتبع السامراء قائلا: إذا كانت هناك حرب شيعية شيعية يخشون وقوعها فهي في الواقع حرب شيعة السلطة وأوليائهم في طهران ضد شيعة العراق، ووفق هذا التوصيف فهي واقعة فعلا بين الطرف المدني المسالم الثائر شباب شيعة العراق الذين فتحوا عهدا جديدا في هذا البلد بدعم كل العراقيين، وبين شيعة السلطة وميليشياتهم المدججين بأنواع أدوات القتل. إنها حرب شيعة المقموعين من الملايين من الفقراء الذين ادعى مقتدى الصدر تمثيلهم، وليس غريبا أن تكون خارطتها الجغرافية الناصرية الأكثر حرمانا بين مدن جنوبي العراق، والبصرة مدينة الصمود وكربلاء الثائرة ومركز العاصمة بغداد
المختطفة. بحثنا في موقع سوريا اليوم وجدنا مقالا للكاتب يحيى العريضي قال فيه إن مقولة الحرب لم تنتهي هي إكسير الحياة والاستمرار لمنظومة الأسد، فهي المبرر الأساسي لاستمرار وجود إيران وميليشياتها في سوريا. فهل يجرؤ رأس النظام على سحب ذلك البساط من تحت أقدام الاحتلال الإيراني؟ أليست إيران مصدر تحريض مستمر للحؤول دون دخول النظام في أي عملية سياسية؟ والتظاهر بقبولها لا يعني غياب براميل فقط. لم تنتهي الحرب في سوريا عبارة وردت على لسان رأس النظام في مقابلة له مع الإعلام الروسي مؤخرا، وقبلها بأسبوع قال رأس الدبلوماسية الروسية لافروف إن الحرب انتهت في سوريا. الإشكالية بالتناقض هذا لا تكمن بأيهما الصادق، بل بملامح الشرخ الحاصل بينهما رغم محاولتهما إخفاءه عبر الإشادات المتبادلة. فأين يلتقيان ويفترقان في فهميهما وأهدافهما من الحرب في سوريا أو عليها؟ عندما يعيد الأسد تشغيل الإسطوانة المشروخة بشأن الحرب الكونية على سوريا وقاد لسوريا في مواجهة الإرهاب تاريخيا حسب قوله، فهكذا حرب لا تنتهي. ولكن واقع ما حدث في سوريا يثبت أن الأمر ليس كذلك، بل تم استخدام سردية الحرب الكونية على سوريا أو الحرب على الإرهاب كشماعة يعلق النظام عليها ارتكاباته بحق شعب ثار عليه. فأي حرب كونية هذه إذا كان هذا الكون يطلب من النظام وقف الحرب على شعبه ووقف إطلاق النار ورفع الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والدخول في العملية السياسية كي تنتهي الحرب وتستقر سوريا وتعود الحياة؟ الحرب لم تنتهي، هي حرب النظام على الشعب ببساطة، لأنها شريان حياته. كيف له أن يتحكم بالملايين التي بقيت تحت سيطرته إن لم يجعل اهتمامات تلك الملايين محصورة ببقائهم فقط؟ لا يعني غياب براميل النظام وصواريخ طائرات السوخوي الروسية من الأجواء السورية نهاية حرب النظام وداعميه على الشعب السوري، حيث لم يعد هناك مشافى ومدارس وأسواق لتقصف. ربما أطلق السيد لافروف تلك العبارة في نهاية الحرب لممارسة الضغط على الحليف وشريكه الإيراني للانطلاق إلى الجني السياسي والاقتصادي المتعثرين. أما موقع ميدل إيست آي نشر تقريراً كان فيه هل سوف يعزز انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة من فرص الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ الجواب باختصار لا، فتاريخ بايدن المهني وتصريحاته العلنية لا يوجد فيها ما يدل على التزام أخلاقي لديه أو حتى اهتمام بالديمقراطية في الشرق الأوسط، والواقع أن الدليل يشير إلى العكس من ذلك تماماً. بايدن مؤيد قوي للكيان الصهيوني، رداً على فكرة اقترحها المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز، ومفادها أنه ينبغي على الولايات المتحدة استخدام مساعداتها للكيان الصهيوني للضغط عليه لتقديم تنازلات من شأنها أن تحرز تسوية أشمل مع الفلسطينيين. صرح بايدن بأن مثل هذا الأمر سيكون خطأً جسيماً، وأشاد بايدن بالإعلان عن أن الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني أبرما صفقة لتطبيع العلاقات بينهما، معتبرا ذلك خطوة تاريخية لتجسير الهوة السحيقة في الشرق الأوسط، كما ادعى لنفسه جزءا من الفضل حين قال إن الخطوة جاءت لتبنى على الجهود التي قامت بها الإدارات المتعددة لإنجاز انفتاح أوسع بين العرب وإسرائيل، بما في ذلك الجهود التي بذلتها إدارة أوباما وبايدن. يستنتج من إشادة بايدن الفياضة أنه يؤيد بشدة التحالف الذي برز في السنوات الأخيرة بين الكيان الصهيوني والأنظمة السلطوية في العالم العربي. يعارض هذا التحالف السياسة الإيرانية في المنطقة، إلا أن ثمة مصلحة أساسية أخرى تجمع بين الطرفين، ألا وهي معارضة التحول الديمقراطي في المنطقة. ولقد تجلى ذلك في نظرة كل من الكيان الصهيوني ودول الخليج إلى الربيع العربي بازدراء وإحساس واضح بالرعب من عواقبه. ولك أن تتأمل في زلة بايدن الشهيرة في بداية الربيع العربي عام 2011 عندما سئل في مقابلة مع بي بي سي حول ما إذا كان الرئيس المصري حينذاك
حسني مبارك دكتاتورا؟ فأجاب: لم يلبث مبارك أن كان حليفا لنا في عدد من الأشياء وكان أهلا للمسؤولية، لكني ما كنت لأنعته بالدكتاتور. نشبت حرائق أججها ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية في سوريا، حيث لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم بحسب وزارة الصحة السورية، اضطرت العديد من العائلات للفرار من المناطق السكنية القريبة من مواقع اشتعال الحرائق بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق في طرطوس، بينما نجحت فرق الإطفاء في إخماد حريق كان يشتعل في غابة بقرية قرب علي في ريف حمص الغربي بالكامل. نتابع معا مشاهدينا بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. إلى اللقاء.